أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لصاحب العصر والزمان هذه الذكرى الطيبة والعطرة بميلاد الإمام الرؤوف، الإمام الضامن، الإمام الرضا عليه السلام. ونبارك لكم أيها الإخوة الأعزاء والآباء الكرام وأولادنا الصغار هذه الذكرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدومها على المؤمنين نعمة الاحتفال والسرور إن شاء الله، ويبدل أحزانهم أفراحا، ويجعل أيامهم كلها بذكر أهل البيت سعيدة. بقاء الإنسان بما يحمل من عظمة فكرية تبقى على مدى الزمان والعصور، وبقدر ما يترك من تراث عظيم يبقى هذا الإنسان. أنا لن أتكلم عن تراث خلفه أهل البيت والإمام الرضا عليه السلام بالتراث المادي، سواء كان من خطب وأقوال أو ما نسب للإمام الرضا من كتب ومؤلفات. وهناك أثر آخر قد يبقى وإن ضاعت تلك الكتب والمؤلفات، هذا الأثر أثر المحبة الباقية، الذكر الذي لا يفنى ولا يبلى ولا ينتهي ولا يزول. ربما كثير منا لا يحفظ روايات عن الإمام الرضا، ولكن يكفي أن يسمع اسم الإمام الرضا فيورث في النفس الرضا، ويورث في النفس ابتهاجا وسرورا. من تلك الآثار المعنوية في الزيارة حينما يزور الإمام الجواد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يخاطبه بهذا الخطاب: السلام عليك يا أنيسا نفوس. هل هذا التعبير تعبير اقتضته سجع العبارات في الزيارة، أو أن المعصوم لا بد أن يكون دقيقا في عباراته؟ وحينما يعبر عنه بأنه أنيس النفوس، لا بد لهذا التعبير من حقيقة واقعية يحسها الناس. ولذلك كثير من المؤمنين الذين تعلقوا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وحينما يأتون إلى الإمام الرضا على تلك المشقة والبعد، يجدون بمجرد رؤية تلك القبة أن النفوس قد دخلها الأنس، دخلها السرور، دخلتها البهجة. من أين أتت هذا؟ من أين تأتي؟ قد يتصور بعضنا فيقول هذه أتت باعتبار تاريخ الإمام الرضا. كثير منا يجهل ذلك التاريخ، كثير منا قد يقول أنها لأن الإمام الرضا له الإمام. صحيح، هذه عوامل قد ترسخ عظمة الشخصية، لكن الذي يجعل أنسا بالشخصية هو جانب معنوي خفي جدا. هذا المعنى تتلمسه في أين؟ في قصة موسى عليه السلام. في قصة موسى، الله سبحانه وتعالى حينما أوحى إلى أم موسى ذكر جزئية، هذه الجزئية ذكرها لموسى عليه السلام، يقول: وألقيت عليك محبة مني.
أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والإمام الرضا أنست به النفوس لتلك المحبة التي ألقاها الله. ولولا تلك الإلقاء وذلك الإلقاء لما وجدت هذه النفوس بمجرد أن تذكر الإمام الرضا هذه القلوب يدخلها سرورا وبهجة، وتارة يدخلها حزنا على ما جرى عليهم عليهم السلام. إذن تعبير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ناظر إلى حقائق لا تدرك بالعالم المادي، وإلا كثير من الأشخاص قد يتصور أن العالم المادي هو كل شيء، لكن أغلب ما يعيشه الإنسان اليوم هو كله خارج للمادة. سعادتك، حزنك، حبك، فرحك، كلها عالم مادي أو عالم روحي تعيشه أنت. كل عالم عالم روحي، تأنس بهذا الرجل وتستثقل ذلك الرجل من أين؟ من هذه الإلقاءات. ولذلك نحن نحتاج أيضا أن نتحلى بتلك الأرواح العالية التي تورث في النفوس أنسا سرورا بهجة. ولذلك في الروايات عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم يقول شر الإخوان من لا يؤلف ويؤتلف. شر الإخوان، لو تراجع للإمام سلام الله عليه هذه الروحية التي بقت الأنس الباقي، أثر تلك الروحية التي عاشها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أثر تلك الإلقاء التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على ذلك الإمام. ولذلك إلى يومك هذا حتى الجاهل بالإمام الرضا بمجرد أن يخبر عن سلوكيات الإمام الرضا، عن حياة الإمام الرضا، لا يمتلك إلا أن يطأطئ رأسه إجلالا عظمة لذلك الإمام صلوات الله. حينئذ تجد أن أنس الإمام قد اخترق تلك القلوب. أنت أيضا حينما تعيش حالة التقمص، حالة الاقتداء بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تلقى عليك تلك المحبة. من أين تعرف ذلك؟ اعرفه من دعاء كميل. في دعاء كميل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أن من ثمرات الأنس هو نشر الثناء للمؤمن، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. هذه من أين تلك الثمرات؟ إنسان قد يعمل عمل قليل جدا، ولكن تجد أن توفيق الله يجعل له ثناء وذكرا لا ينتهي. نحن ببركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نعيش غنى، ولكن نحتاج نعرف كنزنا الذي عندنا. للأسف الشديد نحن تمر علينا الذكرى بعد الذكرى والميلاد بعد الميلاد، ولكن قد نجهل هذه الكنوز العظيمة التي عندنا. إلى متى سنكون جاهلين بهذه الأئمة سلام الله عليهم؟ إلى متى نكون مبتعدين؟ هذا الإحياء إحياء ظاهري جميل، هذا أنس ظاهري، لكن نحن نريد أنسا يبقى. هذا قد يذهب، هذا الأنس بذهاب هذا الحفل
ولكن الأنس الباقي أن تأخذ شيئا من الإمام الرضا لهذه النفس لتأنس به أنسا أنسا لا ينقطع أبدا. الرواية في أحد الزيارات تشير إلى الإمام الرضا صلوات الله السلام على ناظر شجرة طوبى وسدرة منتهى. إنسان يريد يصل إلى شجرة طوبى، هذا الباب. تريد أن تصل إلى سدرة المنتهى، هذا الباب. الناظر تارة بمعنيين، تارة بمعنى النظر الظاهري، وتارة الناظر الذي هو ماذا؟ هو الذي يحوط شيئا من الشجرتين المباركتين. وقطعا أنت تريد أن تصل إلى تلك المقامات، الباب هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك علينا أن نأخذ منهم، مو نأخذ ظاهرا فقط، مو الاحتفال الذي هو إحياء ظاهري. ولذلك هناك تعبيرات بعض العلماء من أهل المقامات السير والسلوك يقول: أحيوا أمرنا، رحم الله امرئ أحيا أمرنا، يقول: إحياء نفسك بأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه. يقول هذا الإحياء ظاهري، قد ينتهي، قد ينفد، قد يزول بزوال اللحظات التي نحن فيها، ولكن حينما نحيي أنفسنا هذا الإحياء لن ينتهي. بل إن الإنسان الذي يحيا ويأنس بالإمام صلوات الله وسلامه عليه سينتقل ذلك أنسه الذي في نفسه إلى أنس الآخرين، تصير العملية بعد عملية نورانية تشع دائما. وأنت أيضا تزور الإمام بهذه الأشعة النورانية: السلام عليك يا شمس الشموس. طبيعة الشمس أنت تطلب منها الضوء أو لا تطلب منها الضوء، ضوء الشمس يأتيك بإشاءتك أو رغما عنك. هذه الشمس تشع تضيء دائما، شعاع الشمس النور يورث في النفس بهجة، يورث فيها سرور. ولذلك نلاحظ حتى التعبيرات التي وردت كلها مرتبطة بالأنس دائما. قد نغيب أهل البيت لكن هذه الأنوار لا تغيب، كالشمس تبقى نورها وفوائدها تصل إلينا حتى وإن لم ندرك تلك فوائد، لم ندرك تلك المعاني العظيمة منهم، حتى وإن لم ندرك تلك المقامات الشامخة في مقامات إمامتهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن فيوضاتهم وعطاءاتهم تبقى لا تنفني ولا تزول، وتبقى ما بقي الدهر. لماذا؟ لأنهم عباد جعلهم الله أبوابا لرحمته. والله سبحانه وتعالى ما كان ليغفل أو يغلق أبواب الرحمة. ولذلك أنت تأخذ من الإمام أنسا لتصل إلى مقام الرضا الراضي بالقضاء بالقدر والقضاء. أنس، من خلال الأنس تصل بعد ذلك إلى مقام الرضا، هذا الذي مفروض أن نصل إليه. وهذا تلاحظ أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه كلهم
في ذاك المقام، ولكن تبين في مقام الإمام الرضا بوظيفته التي هو فيها بدرجة أكبر وأشد. وأيضا هذه التسمية جاءته من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الذين هم قبل، حتى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه سيولد من ولدي هذا، وأشار إلى موسى إمام يسمى الرضا بمضمون مجموعة من الروايات، حتى وقضية التي أشار إليه الإمام أنه سيدفن في طوس وخراسان، وأنه سيكون ذلك الغريب، ودائما تشير الروايات إلى هذه الأمور. هذه الروايات التي أشارت إليها تحتاج أيضا أننا نتفهم قراءتها بقراءة جيدة وليست بقراءة لسانية فقط أو لقلقة لسانية فقط، إنما نحتاج أن نقرأ قراءة متعمقة في الأبعاد التي تشير إليها الروايات وتشير إليها تلك الدلالات المباركة لهذه. ولذلك نحن حينما نسلط على عبارات الزيارة باعتبار أن الناس قد التصقت بالزيارات أكثر مما التصقت بغيرها من الواردة في تعابير الروايات التي وردت في الإمام الرضا أو التي وردت عن الإمام الرضا، ولذلك هذه العبارات التي وردت في الزيارة لابد أن نقرأها بقراءة جيدة ونستفيد منها لكي تكون منهج حياة نحيا من خلاله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.